السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع برنامج أنت تسأل والقانون يجيب. النهاردة هنجاوب على سؤال ورد إلى المركز الإعلامي لنقابة المحامين بشأن الناس اللي بتملك عقد بيع عرفي أو لا تملك، فهو حائز لكن معوش مستندات، ماذا يفعل؟ قلنا المرة اللي فاتت أنه يستطيع أن يلجأ إلى دعوة تثبيت الملكية. والحقيقة أن السؤال بقى اللي جه المرة دي بيقول إحنا بنجد صعوبة جدا في أن إحنا نلجأ إلى دعوة تثبيت الملكية، لأنها من الدعوة التي تستغرق وقت طويل وبتحتاج جهد كبير في مجال الإثبات، ودي حقيقة بصراحة. فعشان كده النهاردة بنوجه نداء إلى المشرع المصري، بنقول له والله وإن كنا نثمن ونقدر الخطوة المهمة في تحفيز الناس على تسجيل عقاراتهم، إلا أنه يجب النظر للموضوع بشكل يبسط الأمر بالنسبة للناس. فأتصور أنه نستطيع من خلال لجان مشتركة ما بين الشهر العقاري والضرائب العقارية تستطيع أن تنزل إلى العقارات، تحصر هذه العقارات، تحدد الحائز للعقار، مدته طبعا، مواصفات العقار قبل أي حاجة، وصفة اللي قاعدين فيه، وسنة حيازتهم ومدة حيازتهم، بحيث يبقى عندنا داتا، عندنا قاعدة بيانات لكل عقار. الفكرة الجميلة اللي عرضت اللي هي رقم قومي لكل عقار، نبدأ من هذه النقطة اللي هي مجموعة معلومات كاملة عن كل عقار، بحيث نستطيع من خلال إجراء معروف في الشهر العقاري وفقا لقانون الشهر العقاري، وهو إجراء محاضر وضع اليد على الطبيعة. عندهم في الشهر العقاري تستطيع أن تتقدم بطلب وتطلب إثبات حيازتك وملكيتك من خلال وضع اليد على الطبيعة. هذا الإجراء اللي أنا بحكي عنه ده بعيد عن المحكمة، أنت هتلجأ إليه من خلال الداتا اللي أنت حضرتها مسبقا للعقارات في مصر، بحيث عندما يتصدى الشهر العقاري لإجراءات التسجيل هتكون قدامه معلومات بنسبة 70-80% لإثبات واقع الأمر في هذا العقار. أضف إلى ذلك نشر هذا الكلام في إحدى الجرائد المشهورة أو كده، ده هيدي فرصة واسعة لمن يعني بيحاول يتلاعب أو لمن له حقوق على العقار إنه يبلغ عن هذا الأمر ويتوقف إجراءات التسجيل. وعلى فكرة إجراءات التسجيل مش كل حاجة، هناك دعوة اسمها دعوة محو التسجيلات، لكن التشدد في ان انا احط نص واطلب من الناس اثبات الملكيه بطريقه صعبه، لا، ده انا اتصور ان دي الخطوه التاليه بعد حصر العقارات وحصر الحائز ووضع اليد ومدته وسنده ومستنداته اذا كانت هناك مستندات صحيحه. اعمل الكلام ده كله من خلال لجان تقوم بها مصلحه الضرائب العقاريه والشهر العقاري لتيسير الامور في خطوة انتقالية بإذن الله، بعد كده تكون الخطوة التالية لها وهي التسجيل الكامل الناقل للملكية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.